الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.
أطل على الأكوان والخلق تنظر، هلال رآه المسلمون فكبروا، وذكرهم يوما أغر محجلا به توج التاريخ والسعد مسفر، وهاجر فيه خير داع إلى الهدى يحف به من قوة الله عسكر. سعد الله مساكم مشاهدينا، مرحبا بكم، وحنا كنلتقيو في هذه الحلقة الخاصة اللي خصصناها للاحتفاء والاحتفال بقدوم السنة الهجرية المباركة. الله يدخلها علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى جلالة الملك بدوام الصحة والعافية والنصر والتمكين، وعلى بلدنا المغرب بدوام الأمن والأمان. افتتحنا حلقة اليوم بآيات بينات من الذكر الحكيم تلتها على مسامعنا القارئة المتمكنة نسيبة منيب. مرحبا بك نسيبة. الله يحفظك حبيبتي، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. كتحضر معنا أيضا مجموعة أهل الفن التازية بقيادة المنشد المتميز عماد طوهري. مرحبا بك عماد. شكرا على سناء، بارك الله فيك. تبارك الله عليك. غادي نبدا معك نسيبة. كنسمعوك كنسمعوا القراءة ديالك، ونبغيو نعرفوا كيفاش بدات العلاقة ديالك مع القرآن الكريم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين، أما بعد شكرا بعدا على الاستضافة ديالكم في الحلقة ديالكم. الله يحفظك، الله يبارك فيك. أما عن نفسي وعن بداياتي مع كتاب الله عز وجل، فكانت في سن السادس 6 سنوات بدأت الحفظ مع الأستاذة خديجة لي رحمة الله عليها. بعدها استأنفت قواعد جويد مع بعض الأساتذة أو بعض الأستاذات بالأحرى في المجلس العلمي. تبارك الله عليك، كنتي اليوم معنا اليوم في دوزيم. إذا هاد الأسماء اللي ذكرتي هما الناس اللي تعلمتي عليهم الحفظ والقراءة ديال القرآن الكريم. أي نعم، ولله الحمد. نبغيو نعرفوا نسيبة شنو هما المقرئين القراء المغاربة ولا على صعيد العالم الإسلامي اللي كنتي كتسمعي ليهم باش تعلمتي؟ بالنسبة للشيوخ في المشرق، فكنسمع الشيخ المنشاوي، صديق المنشاوي، الشيخ شحات البهتيمي وغيرهم. أما بالنسبة هنا في المغرب، فكنسمع الشيخ القزابري، الترابي وإلى غيره. تبارك الله عليك، كنتمنى لك مسيرة قرآنية موفقة، وشرفتينا بحضورك نسيبة. تبارك الله عليك. اللهم أمين. الله يحفظك. الله يبارك فيك. سي عماد، مرحبا بك مرة أخرى. كنستقبلوا السنة الهجرية الجديدة، ومعروف أن في هذه المناسبات كيكثروا فيها الذكر والمديح والسماع. أنت كيفاش كتعيش أجواء هذه المناسبة هذه؟ السلام عليكم. سنة هجرية سعيدة، الله يدخلها بالصحة والسلامة على سيدنا الله ينصرو وعلى المغاربة يعني عامة، وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. فيعني احنا في مدينة سازة كنحتفلوا بهذا اليوم اللي هو يوم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. كنحتفلوا يعني بليالي ديال المديح والسماع اللي كنذكروا فيها وكنشدوا فيها وكنصلوا فيها على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. بلا شك البرامج الفنية اللي كتوجدوا كتستحضروا فيها طبعا مناسبة هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام وإشراقة العام الهجري الجديد، كيفاش كتختاروا النصوص الإنشادية؟ اولا بالاحتكاك ديالي يعني بشيوخ المديح والسماع في المغرب، امثال سيدي علي الرباحي وسيدي عبد المجيد الصويري الله يرحمه، والحاج محمد بن نيس الى غير ذلك. بارك الله عليهم كامل. نعم، فيعني بهذا الاحتكاك كنتعلموا الاداب والعلم، وبهذا العلم هذا فكنحاولوا نوازيو يعني في البرنامج اللي كنوجدوا للمناسبه، كنحاولوا نوازيو بين النمط الشعري والنمط النغمي. فيعني كل مناسبه كنوجدوا لها برنامج اللي خاص بها، المناسبه ديال الهجره، مناسبه المولد، يعني ايضا بزاف مناسبه شرط كيف كنقولوا، مناسبه شرط كيف ما كنقولوا في المجال، وكنحاولوا نوازيو يعني بين. وحالا غادي نشوفوا نموذج ديال برنامج محضر خصيصا لموضوع الهجره النبويه مع مجموعه اهل الفن بقياده المنشد المتمكن عماد طوهري، ثم نواصل. لا اله الا الله يا
القبائل بأنه رسول الله في الأيام الموسمية، فآمن به ستة من الأنصار اختصهم الله تعالى برضاه، وحج منهم في القابر 12 رجلا وبايعوه بيعة حقية، ثم انصرفوا وظهر الإسلام بالمدينة فكانت معقله ومأواه. أحمد الهادي الذي هجرته سعيد الشرق بها والمغرب سرحا بمصطفى، إذ أنشد مفتاح القبول، أهلا بالرسول مفتاح القبول، معطي كل سول باب الفلاح، أهلا بالمليح للوجه الصابح، أهلا بالمليح للوجه الصادح، الطلق السميع مثل الصباح،
الطلق السامي مثل الصباح. وهاجر إليهم من مكة ذو الملة الإسلامية وفارقوا الأوطان رغبة فيما أعد لمن هجر الكفر ونواه وخافت قريش أن يلحق صلى الله عليه وسلم بأصحابه من الفوري فأتمروا بقتله فحفظه الله تعالى من كيدهم ونجاه. قد أنشدوا بقلوبهم ولسانهم طلع الحبيب الأحمدي الأرحم. قد أنشدوا طلع يبتني المقدم. قد جاء من أمر المطاع محمد وبه النبوءة والرسالة تختم. وأمر رسول الله سلم بقديد على أم معبد الخزاعية وأراد ابتياع لبن أو لحم منها فلم يكن شيء من ذلك خباؤها قد حواه. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى شاة في البيت قد خلفها الجود عن الرعية فضرت فحلب وسقى كلما نصب من القوم وأرواه. في إجرة المصطفى مرى عليه السلام.
اقتباس من سرد المولد خاصة بمواقف الهجرة النبوية الشريفة مخللة بأشعار مديحية مناسبة تكم الله الصحة. سي عماد ما شاء الله عليكم. التحق بنا مشاهدينا منشد ذو صوت شجيع وصداح كان تألق على مستوى العالم الإسلامي في مسابقة منشد الشارقة، اليوم كيشق طريقه بكل ثبات. سي شعيب فاضل مرحبا بك. الله يبارك فيك لالا سناء، تحية ليك، تحية للضيوف الكرام، وتحية للناس اللي كيشاهدوا هذه المناسبة اللي هي سنة هجرية إن شاء الله دخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة والخيرات والبركات إن شاء الله. إن شاء الله سي شعيب ما شاء الله عليك، معروف أنك تزوج بين الأداء المغربي والشرقي بكل إتقان، رغم أن كاين واحد الاختلاف كبير بين العالمين. بغينا نعرفوا كيفاش كتقدر تضبط القواعد ديال هاد العالمين المختلفين اللي بغينا نقولوا. فهاد المسألة الحمد لله يعني عطاء ديال الله تعالى، وكيف ما كتعرفي لالا سناء الفنان لازم يكون مخضرم، يعني يبدا تكون البداية ديالو باللون المغربي اللي هو الأصل ديالنا، وما فيها باس كل إنسان منفتح على جميع الأذواق جميع الألوان، فهذا كيزيد واحد مستوى واحد الرفعة. فالحمد لله نتمنى إن شاء الله نكون عند حسن الظن إن شاء الله. كتبان طبعا من خلال الكلام ديالك تمعلميت ديالك ما شاء الله عليك، الله يكمل عليك بالخير. كاين طبعا حتى في اللون العيساوي ما شاء الله عليك جمعتي العديد من المستعملات، فين وصلتي في هذا اللون؟ هذا اللون هذا في صراحة هو عنده واحد الحب في قلبي اللي الحمد لله الناس الصوفية الشعبية طبعا تماما، ويعني هذا اللون هو محبوب عند جميع المغاربة، والحمد لله يعني توفيق من الله تعالى، وحنا كنحاولوا نجتهدوا والكمال على سيد الله. كنظن هذا رأي شخصي، وكنظن أن الناس اللي كيعرفوا الصوت ديالك متفقين معايا أن الصوت ديالك إضافة لهذا اللون العيساوي الجميل. عماد أنت ما شاء الله عليك مخلص للطبوع المغربية ومتقن ليها، كنسمعوا الصوت ديالك راه كيدينا لواحد العالم واحد آخر ما شاء الله عليك. نبغيو نعرفوا سر التعلق ديالك بهذا الطبوع. أولا إحنا مغاربة يعني خصنا نحافظوا على الطبوع المغربية، وخصوصا احنا الشباب، يعني مزيان الانسان يكون منفتح على الطبوع المغربيه والطبوع الشرقيه، لكن دائما الاصل كيبقى اصل. السر هو ملي كنت صغير يعني كبرت في عائله فنيه، الاخ ديالي الاكبر سي عزوز الطويري كنقدم له تحيه مع هذا المنبر، فيعني تلمت على يدو وتعلمت بعد كثير من الطبوع يعني الاصيله المغربيه على يدو. من بعد يعني تحتي الفرصه باش نحتك مع الشيوخ المغاربه والاساتذه الكبار اللي تلمت على يدهم وزدت تلقنت يعني هالطبوع المغربيه باحترافيه، والحمد لله كما قال الصديق والاخ سي شعيب يعني هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى. تبارك الله عليك ودائما موفق في اختياراتك، وما شاء الله الصوت ديالك لا يختلف اثنان انه من بين اجمل الاصوات المغربيه، الله يكمل عليك بالخير سي عماد. احنا في ليالي المباركه، في هذه الليالي المباركه كنكونوا كرماء شويه اكثر من العاده مع الناس، ودائما كنطمعوا طبعا في كرم الضيوف ديالنا باش يهديوا لنا شي حاجه بالصوت ديالهم. شنو كتقترح علينا سي شعيب؟ واخا نعملوا واحد المدح بالمناسبه. الا يا محب المصطفى زد صبابه وضمخ لسان الذكر دأبا بطيبه، ولا تعبأ بالمبطلين فانما علامه حب الله حب حبيبي. وحبك يا خير النبيين مذهبي، وحبك يا خير النبيين مذهبي، وللناس فيما يعشقون مذاهب، وحبك يا خير النبيين مذهبي، وللناس فيما يعشقون مذاهب.
الجمال والجلال ما شاء الله عليك. شفنا واحد المزج جميل بين المدرستين الشرقي وغربي وواحد التمكن واحد السلاسه. نعياو تنرجعوا للاصل ديالنا اللي هو مغربيه. هو الرجوع الى الاصل اصل فضيلة. تبارك الله عليك تبارك الله عليك شعيب. وغادي نبقاو دائما معك ولكن مشاهدينا هذه المره مع مجموعه بلابل الاندلس. ثم نواصل. يا هجرة المصطفى والعين باكية، والدمع يجري غزيرا من مآقيها، يا هجرة المصطفى، يا هجرة المصطفى، هيجت ساكنة من الجوارح كاد اليأس هيجت أشجاننا والله فانطلقت، منا حناجرنا بالحزن تأويها، هاجرت يا خير خلق الله من مكة بعدما زاد الأذى فيها، هاجرت لما رأيت الناس في ظلم، وكنت بدرا منيرا في دياجيها، هاجرت لما رأيت الجهل منتشرا والشر والكفر قد عما بواب، هاجرت لله تطوي البيت مصطحبا، هاجرت تطوي، هاجرت لله تطوي البيت مصطحبا خلا وفيا كريما، نفسي هاديها. هو الإمام أبو بكر وقصته رب السماوات
رب السماوات، رب السماوات في القرآن يرويها، يقول في الغار لا تحزن لصاحب، فحسبنا الله، فحسبنا الله، فحسبنا الله، فحسبنا الله ما أسمى معاني. يا نبينا يا رسول الله فينا، يا محمد يا نبينا يا رسول الله فينا، يا محمد يا نبينا يا رسول الله فينا، يا حبيبا جاء فينا رحمة الله أكبر الله
أجواء احتفالية السنة الهجرية الجديدة. متعنا المنشد المتمكن شعيب فاضل بوصلة غاية في الإتقان والروعة رفقة فرقة بلبي الأندلس. بارك الله عليك، عطاك الله صحة سي شعيب. التحق بنا مشاهدينا صوت من أندى وأجمل أصوات الإنشادية المغربية اللي كنفتخروا بها، اللي كتقن الأداء على النمط الشرقي، خاصة التواشيح الدينية الدسمة. إلى بغينا نقول لك سي يوسف صابر، مرحبا بك معنا اليوم. تبارك الله عليك أستاذة سناء، الله يبارك فيكم. نتمنى نكون في المستوى دائما، ونتمنى للجميع الحظ موفق إن شاء دائما الله. دائما سي يوسف. سي يوسف، عندك ريبرتوار كبير ديال من التواشيح سواء الدينية أو غيرها. بغيت نسولك على مدرسة الموشحات ودورها في تكوين المنشد. مدرسة الموشحات هي مدرسة يعني لا يقرب منها إلا القلة، طبعا لصعوبتها ولا طبعا لصعوبتها وندرة الالحان الموجوده بالتواشيح او الموشحات. وال يعني المريد الذي يقصد التعلم والاستفاده من هذه المدرسه خصو ضروري يسمع، يعني صغى بزاف من الاساتذه ديال التواشيح والموشحات، يكون صبر تصبري. طبعا طبعا يكون صبور على الاستفاده، وبالتالي تكون النتيجه ان شاء الله مباركه. طبعا اضافه الى الاجتهاد والمثابره، كيجرنا الفضول اننا نعرفوا شنو هما المدارس اللي تعلم منها المنشد يوسف صابر. انا اول ما ابتديت به ابتديت بال الطبوع المغربية، الزوايا ديالنا هنا في المغرب، وبعدها استمعت للمشايخ المشارقة، ومن بعد توجهت شوية للتواشيح والموشحات. الملاحظة اللي كنلاحظ هي أن باش يوصل منشد لهذا المستوى الكبير دائما كيبدأ بعد بالمدرسة ديالو اللي كتمثل الهوية ديالو، عاد من بعد كينطلق وتبارك الله كيجيب الله التيسير. المدارس اللي ذكرتي أستاذ كلهم مدارس كتخلي المنشد يتمرس وياخذ الخبرة اللازمة. شعيب، واش كاين أعمال خاصة في الطريق كلمة ولحنا بعد العمل ديالك اللي تبارك الله لقى واحد النجاح كبير اللي هو تشوقت روحي؟ الحمد لله كاين كل خير، كيف ما شافوا الناس المحبين عملنا اخر عمل اللي ما غيكونش اخر اكيد، ان شاء الله مازال خير امام، مع سيدي علي رباحي هو الاستاذ ديالنا والشيخ ديالنا، وكذلك استاذ محمد تهامي وسيدي محمد عز الدين. عملنا واحد العمل اللي عطى الحمد لله واحد يعني واحد الرقي، واحد البهاء، خصوصا في هذا اللون هذا اللي هو اللون ديالنا المغربي، اللي هو بعنوان مطبوع مطبوع مطبوع. تبارك الله، الحمد لله نال الاعجاب ديال تماما ديال الشوشري. الحمد لله نال الاعجاب ديال جميع الناس، كيغني الصغير والكبير. فالحمد لله مازال ان شاء الله الخير امام، رفقه الشيوخ ديالنا اللي كنوجه لهم تحيه من هذا المنبر، والمسيره ان شاء الله غدا ان شاء الله باذن الله. نذكروا ان اللحن ديال القطعه، اللحن ديال القطعه ديال الاستاذ الدكتور الباحث سيدي محمد تهامي، كنوجه له تحيه من هذا المنبر لا هو ولا الاستاذ ديالنا سيدي علي رباحي، وكذلك سيدي محمد عز الدين وجميع الاساتذه ديالنا اللي على راسنا، كلهم شيوخ كبار على عيننا وراسنا. كيف قلتي كنتمنوا لك كل النجاح والتوفيق. الله يبارك فيك لاله سناء. سي شعيب، سيدي يوسف، هذه ليله مباركه ميمونه بكم حتى انتم بحضوركم، كنحتفلوا بها فيها بالسنه الهجريه الجديده، وكن طمعوا في كرم الضيوف ديالنا باش يهديونا، كل واحد يهدينا ابتهال بالصوت ديالو. مرحبا. ما كرهناش نسمع شي حاجه بصوتك استاذ. مرحبا. يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي ما لي سواك،
يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا آوي ما لي سواك ولا فأنت نور الهدى في كل كائنة وأنت سر الندى يا خير معتمد وأنت حق غياث الخلق أجمعين وأنت هادي الورى وأنت هادي الورى لله ذي السداد. بسم الله ما تبارك الله عليك، اش كيتجمع الصوت الجميل والاداء المتقن والتمكن ما شاء الله عليك، كتعطينا هذه اللوحه الفنيه الجميله. ما كرهتش تكون ما سالاش هذا الابتهال هذا اليوم، تبارك الله عليك سي يوسف. مشاهدينا متعه حقيقيه كنعيشوها، كنتمناو حتى نتوما تكونوا بدوركم كتعيشوها معنا، وحنا كنسمعوا مجموعين هذه الاصوات الجميله. وغادي نواصلوا مع المنشد المتمكن يوسف صابر، وهذه المره رفقه فرقه بلبي الاندلس. ثم نواصل. ديني ويقيني ومذهبي مدحوني
النبي النبي العربي مدح النبي النبي العربي الأنام سيدنا النبي العربي 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 مدح النبي العربي ديني ويقيني ومدح الله مدح النبي العربي ديني ويقيني ومدح فهو المرام بين الأنام فهو المرام بين الأنام فهو المرام بين الأنام سيد النبي فهو المرام بين الأنام حب النبي العربي 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 مدح النبي العربي ديني ويقيني مدح النبي العربي ديني ويقيني فهو المرام وصلت البال فرح هناك العيس وبشر الورهان يا حادي الركبان متى وصلت البال فرح هناك العيس وبشر الورهان ما أكثر الأحباب وجدا بذاك الباب ما أكثر الأحباب وجدا بذاك الباب تطوف بالأعتاب تطوف بالأعتاب وكلها أشجار يا قاضي الربان
عليكم الأرواح دارت لها أقداح وذكركم كالراح وذكركم كالراح طابت به الندمان متى وصلت البال يا حودك العيس وبشير الوهان يا حادي الركبان متى وصلت البال ريحونك العيس وبشير الوهان الله الله ربي تعالى يا سامع الريش عندي تعالى الله الله ربي تعالى يا سامع الريش عندي تعالى رأيت ظبيا على كثيب شبيه بدر إذا تلالى رأيت ظبيا على كثيب شبيه بدر إذا تلالى قلت ما الاسم قال نور قلت ما الاسم قال نور قلت أقبل قال تعالى تعالى الله الله ربي تعالى يا سعد عرش عندي تعالى أشعار غاية في الرقة وأنغام غاية في الجمال هداها لنا المنشد المتمكن يوسف صابر رفقة فرقة بلابل الأندلس عطاكم الله الصحة يوسف أمتعت وأبدعت ما شاء الله عليك سي عماد قبل 12 سنة كنتي هنا في دوزيم وكنتي فزتي بجائزة الجمهور كنتي لفتي الأنظار بالإتقان ديالك للطبوع المغربية الأندلسية نبغي نعرف شنو هي الذكرى اللي بقات راسخة في الذهن ديالك من المسابقة اولا رجع ب 12 سنة اولا انا كنعتبر راسي ولد الدار يعني ولد القناة مرحبا بك انت كذلك الله يخطيك فالحمد لله فكانت يعني فرحة كبيرة الفوز ديالي بجائزة الجمهور يعني سنة 2012 مسابقة مواهب في جبل القرآن الكريم ربما الحلاوة اللي بقات راسخة في دماغي هو أن ربما جميع المقرئين اللي كانوا المتباري اللي كانوا معي في المسابقة قرأوا بطريقة مشرقية شرقية وأنا كنت هو الأخير وقريت بطريقة مغربية والحمد لله بفضل الله كانت اول مره كت كيكون المرور ديالك في التلفزه كنظن حتى هذيك كان قبل يعني في بعض المجموعه مع المجموعه يعني ولكن كانت اول مره بالنسبه للقران الكريم يعني فن جويد القران الكريم والحمد لله كيف ما قلت لك يعني كانت فرحه ولا زال فرحه يعني في قلبي و ديك السنه حتى لدابا الجمهور المغربي عنده واحد الميول كبير بزاف وعنده واحد الارتباط نعم خاص نعم بكل ما هو مغربي نعم لان نعم كل ما هو مغربي هو جميل بكل نعم صراحه وبكل بساطه اللهم لك الحمد وكانت محطه مهمه في حياتك قادتك في مسيرتك القرانيه نعم وكذلك الانشاديه سيدي يوسف في مجال الاصدارات الفنيه كانت عندك مجموعه ديال الاعمال نبغيك تكلمنا على اهمها ولا الاقرب لك بين الأعمال اللي شاركتها مع الفرقة ديالي أو الفرقة القديمة كان ألبوم بشرى لنا ندل المنى كان ألبوم قبله سألناك يا رب يا ذا المنن كان يسيدي واصل وكذلك في برامج إن شاء الله في الاستوديو قيد الإخراج إن شاء الله. إن شاء الله سيوسف الأعمال ديالك كلها عندها سحر وسر خاص ما شاء الله عليك نتمنوا لك كل التوفيق نورتي المجمع ديالنا هذا النهار. شكرا بزاف بكم. شكرا لك وسنة سعيدة. إن شاء الله نتمنى للجميع الخير إن شاء الله. إن شاء الله. سنة سعيدة للجميع. إن شاء الله سيوسف. سي عماد أنا كنختصر من البداية ديال هاد الجلسة هذه باش نوصل لابتهال ديالك اللي غادا تهديه للناس اللي كيشوفونا اليوم. مرحبا. فما نظر الراؤون مثل
وجماله ولا سمعت أذن كذكر محمد فما نظر الراء مثل جمالي ولا سمعت أذن كذكر محمد ولا وطئت أرض بمثل نعاله ولا وضعت أنثى كشبه محمد ولا وطئت أرض بمثل نعاله ولا وضعت أنثى كشبه محمد. بكيتينا تبارك الله عليك. بسم الله ما شاء الله. فعلا الطبوع هذو ما يمكنش ما يحركوكش ما شاء الله عليك. الطبوع المغربيه ما كاينش ما اجمل منها وكتحرك الوجدان ما شاء الله عليك. هذا هو اللي نقدر نقول. مشاهدينا غدا نستمروا في هاد نواصلوا المتعه معكم دائما مع المنشد المتمكن سيدي عماد الطويري رفقه فرقه اهل الفن التازيات. وما نواصل. عرائس كرياض المسك رائقة زور محاسنها غر لآلها عرائس كرياض المسك رائقة زور محاسن ولا تجلت معانيها لذي أدب ولا تجلت معانيها لذي أدب إلا وحاز إلا وحاز إلا وحاز نصيبا إلا وحاز نصيبا من معاني عرائس كرياض المسك رائقة زور محاسنها غر لآلها ولا من كأس الغرام لا تعجل
سلوات الكئيب دمعي في انسجام دمعي في انسجام دمعي في انسجام في جوا مرغوبي قلبي في اضطرام قلبي في اضطرام محبوبي ما السرور كساه ربي حلا تخجيل القدور أقلي به مولى والكأس يدور سعدي ذو ابتسام سعدي ذو ابتسام سعدي ذو ابتسام سعدي ذو ابتسام دون من في صام قد لاح وجه حبي طارت القمر وجادني بقربي والنور بها لما سكن في قلبي يا أسرع من ريح الصدى ويا مرسلة عليك أفاض الله أسنى تحياتي وأزكى صلاة بالسلام مكملة على بابك العلي وقفت مؤملا وما خاب في باب النبي نزيل عبد بالباب يرتجي نتم الأعتب شرب الجوى مرحبا قد قابلنا عبد بالباب يرتجي نتم الأعتب شرب الجوى مرحبا قد قابلنا أنت المعروف بالجود مقر الطيور إني حق الله المعروف بالجود مقر الطيور إني ملهوف أغشني بحق الله صلي ربي دائما على النبي والصحاب والآل وآل الله صلي ربي دائما على النبي والصحاب ذلك عين
محمد عروس القيامة الإمام، محمد عروس القيامة الإمام. اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، حبيبنا محمد عليه السلام. هو جوهر الفرض في قدره، وفي الأنبياء رسله هو الختام، وفي الأنبياء رسله هو الختام. يا خير الأنام يا نور القلوب عليك السلام، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب الشفيع المشفع. ألف شكر سيدي عماد طهري ومجموعة أهل الفن التازية. في مجال الإنشاد والمديح والسماع لابد من يكون المعلم ولا المعلم أو الشيخ اللي كتروى منه ويعطيك الأسرار ديال المهنة إلى بغينا نقوله. هذا سؤال غدا كنتسنى الإجابة ديالو من عندكم بجوج. مثلا شعيب، من بعد هذه التجربة الطويلة واش ما كتفكرش في مسألة تكوين الأصوات ديال المنشدين المبتدئين؟ وردتك في سؤال ولا شنو؟ لا لا بالعكس، بالعكس لي الشرف أنني نكون نعلم وليدات المسلمين هذا اللون، هذا اللي هو الحمد لله لون راقي وفن هادف، فلي الشرف نبغي نعيش هذه الفرصة هذه وهذا الحمد لله هذا الخير هذا، ونتمنى إن شاء الله ربي يوفقنا لكل خير ونكون يعني صدقة جارية أو علم ينتفع به طبعاً. يعني يبقى يخدم عليك من بعد الممات ديالك. فالناس من تسمع شي صوت جميل أو شي شاب تبارك الله يعني أنت هذا التلميذ ديال الأستاذ شعيب فاضل، التلميذ ديال شعيب فاضل يعني هذا واحد شي حاجة اللي تبارك الله عليك، عندها قيمة كبيرة. عجبتني الإجابة ديالك صراحة. الله يبارك فيك. بالنسبة لك يوسف، شنو رأيك في هذه المسألة هذه؟ أحبذها جدا، وبالفعل انا كان يكتب لي الله انني كنمارس شويه ديال التمارين مع الفئه ديال الصغار وكما بعض الكبار كذلك. تبارك الله عليك. والاستقبال ديال الصغار لهذا الشيء هذا كيفاش كيكون التكوين؟ كنبدا معاهم اول حاجه، كنبدا معاهم بالكيفيه التعرف على الحروف العربيه، هذا هو لاباز الاولى او القاعده الاولى اللي كينطلقوا منها. ما بعد كنلقنوا بعض المحفوظات البسيطة وشوية شوية إن شاء بارك الله لك. وكنظن أن كيف خديتوا حتى أنتم الإنشاد من السلف، خص تتمروا هذه التجربة هذه ديالكم للشباب اللي طالعين، كنعتبرها أنا شخصيا أمانة خص توصل لهم، خصوصا فاش كيتعلق الأمر بمنشدين متألقين بحالكم سي يوسف صابر وسي شعيب فاضل. تبارك الله عليكم. إلا بغيتوا توجهوا نصيحة للمنشدين المبتدئين اللي تكون في نظر كل واحد فيكم هي مفتاح النجاح في كلمة، شنو يمكن لكم تقولوا؟ الاهتمام باللغة العربية وبالموروث المغربي، ما فيه الزجل ولا يعني القصيد ولا شنو ما كان عندنا لازم يهتموا به كألفاظ وكرصيد يكون عندهم، هذا بداية بعد يتوجهوا للحن. بالنسبة لك شعيب؟ فزيادة على الكلام ديال سيدي يوسف، قال هو الكلمة بالنسبة لي أنا غادي نوجه لهم تحية ونقول لهم تبارك الله عليكم. يعني الإنسان غير يبدا ويتوكل على الله وشوية الاهتمام الاهتمام والاجتهاد والمثابرة والأخلاق كذلك، فنتمنى لهم التوفيق والسادة إن شاء الله والنجاح. تبارك الله عليك. وطبعا العزيمة والإصرار والرغبة في التعلم، وحال كيف كنقولوا يكون الراس صغير، الواحد دائما يكون مستعد وعنده القابلية أنه يتعلم ويحترم الناس اللي قبل منه، هذا شيء مهم بزاف. وحنا غادي نوصلوا مشاهدينا في الإنشاد، وهذه المرة مع المنشد المتمكن شعيب فاضل، ثم نعود. Thank you.
بمدح رسول الله ينشرح الصدر ويعلو لمن قد زال في مدحه القدر. بمدح رسول الله ينشرح الصدر ويعلو لمن قد زال في مدحه القدر. فبادر هداك الله في مدح أحمد فبادر فبادر هداك الله في مدح أحمد فبادر هداك الله في مدح أحمد يكون لك الإحسان والعز والفخر. أعد مدحه إن القلوب تحبه بأوصافه تجلى إذا هي تصدأ. أتيت إلى مدحي علاه مبادرا لعلي بغفران الذنوب أهنأ. إذا لم يكن في جنابك شافع إذا لم يكن في جنابك شافع شقيت وما لي غير جاهك ملجأ. إذا لم يكن لي من جنابك شافع شقيت وما لي شقيت وما لي شقيت وما لي غير جاهك ملجأ. صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجنا. الله الله حبيناك يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. الله الله حبيناك يا
شعيب فاضل رفقة فرقة بلابل الأندلس هدى لنا متعة حقيقية فيها جميل الشعر ورقيق النغم احتفاء بسنة الهجرية الجديدة. جعل الله سنتنا الجديدة سنة خير ويمن وبركات علينا وعلى بلدنا وعلى ملكنا الغالي أحمد الهادي الذي هجرته سعد الشرق بها والمغرب فرحا بالمصطفى إذ أنشدوا طلع البدر فهلت يثرب. مشاهدينا غدا نختموا مع يوسف صابر وفرقة بلابل الأندلس فرجة ممتعة وإلى اللقاء. مولاي صلي وسلم دائما وثقلين
والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كله. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجمي. مولاي يا من له الآلام
أمن له الآلاء في أكوانه وإذا سألنا العفو لم نسأل سواه أكرم واهب واغفر لعبدك يا عظيما يا عظيما يا عظيما في علا نظرة لله شيئا لله نظرة لله شيئا لله يا رسول الله شيئا لله نظرة لله شيئا لله نظرة لله شيئا لله نظرة لله شيئا لله نظرة لله شيئا لله يا رسول الله يا رب بهم وبآلهم أشل بالنصر وبالفرج 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 الله 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 الله